السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم قناة مطبخ ميلا. اليوم ان شاء الله شاركت معكم قريشلات او لاكروس من السمين ومدردرين بالزنجلان. تيجيو غزالين، تيجيو زوينين زوينين بزاف، تيجيو مفشفشين، تيجيو مخاوين من الداخل، تيجيو خفاف بحال الريشه. راه ان شاء الله غادي تشوفوا، تبعوا الفيديو حتى الاخير وغادي تشوفوهم ان شاء الله كيف ما كيف كيجيو. في الاخوات اللي اول مره غادي نشوفوا القناه ديالي، تنبغي نقول لكم مرحبا بكم بالاشتراك وتفعيل الجرس ان شاء الله يبقى وصلكم كل جديد. واشتراك قناتي مع احبابكم واصحابكم. كنتمنى ما تنسونيش بالضغط على زر اعجاب والتتمه ديال الفيديو حتى الاخير باش ان شاء الله تستافدوا من جميع النصائح وتشوفوا الفيديو اولا تشوفوا الوصفه حتى الاخير باش ان شاء الله تنجح معكم وتجيكم ناجحه. دابا ان شاء الله غادي ندوزو مباشره للمقادير. بالنسبه للمقادير ما فيها شي حاجه كثيره، يعني اقتصاديين بزاف لدرجه كبيره. غادي ندوزو دابا ان شاء الله مباشره للمقادير. هنا اول حاجه غادي نبدا بها وهي نصف لتر من الحليب. بالنسبه للحليب البنات اللي ما متوفرش لهم الحليب راه ماشي ضروري، يعني ممكن ديروا الماء. انا راه فاش ما كيكونش موجود عندي الحليب راه كنخدمهم بالماء، كيجيو يعني غير يعني كيجيو تقريبا نفس النتيجه، غير المذاق اللي كيختلف. نضفت نصف لتر من الحليب دافئ وزدت ليه ملعقه كبيره من الخميره الفوريه. ضروري ما ديروا الخميره الفوريه هي الاولى باش يلا تاخذ الوقت ديالها في ترطاب ليكم وتبقاش عندكم حبيبات. وزدت ليهم نصف كاس من سكر حبيبات مع نصف كاس من الزيت. بالنسبه للحليب من الافضل يكون دافي، اولا الماء اللي خدمتوها بالماء راه من الافضل يكون دافي باش كيساعد في التخمير وكيساعد حتى في الهشاش. هنا عندي ملعقه كبيره من النافع وحبه حلاوه. هنا عندي مطحونين، ماشي مطحونين غبره ولكن مهرمشين. المهم هذا كان مصات ليا من شي من واحد الوصفه، كما كتعرفوا النافع وحبه حلاوه ما كيطحنوش مزيان. المهم خدت منهم داكشي اللي منيت، داكشي اللي كيبقى ليا حبيبات على الشكل هذا كيبقى مهرمش، كنبقى ندوزو في الخبز وندوزو في الكرز. ضفت ملعقه كبيره من النافع وحبه حلاوه وزدت ليهم بيضه كامله مع بياض بيضه وكنحاول نخلط مزيان حتى ما كيبقاش عندي الخيوط ديال البيض. يعني المهم هذه المرحله هذه تخلطوا مزيان باش ينسجم ليكم البيض مع بقيه ديال العناصر. وهنا كندوز للمرحله اللي غادي نضيف فيها الدقيق. بالنسبه للدقيق هنا عندي كيلو مغربل بطبيعه الحال، يعني من الافضل اختاروا يكون عندكم الدقيق النوعيه المزيانه وكتبقاو تدخلوا الدقيق ديالكم او الطحين بالتدريج بشويه بشويه. تقدر تهز لكم كيلو، تقدر تهز لكم قل من كيلو، المهم كترجع النوعيه ديال الدقيق اللي عندكم نتوما. من الافضل وجدوا كيلو، غربلوه ووجدوا وبقاو ضيفوا بشويه بشويه حتى تحصلوا على القوام المطلوب. راه غادي يبان لكم في الفيديو القوام اللي خاصكم تحصلوا عليه. دابا هنا في هذه اللحظه هذه كنبقى نزيد الدقيق بشويه بشويه. مهم جدا انكم تضيفوه بشويه بشويه وما تضيفوهش يعني في خطره واحده. هنا كتستعينوا بالطراب اليدوي. بالنسبه للاخوات اللي بغاو يخدموا بيديهم راه غاديين يخدموا بيديهم. الطراب اليدوي انا خدمته غير في الاول فاش كتكون العجين شويه مطلق، غير كيبدا يتقال شويه صافي وكنحيدو معكم. كيجي شويه صعيب تخلطي شي عجين شويه متماسك بالطراب اليدوي، يعني انا غنستغنى عليه. وغدا ان شاء الله نحط العجين ديالي يزيد مازال يتخدم في العجانه. بالنسبه للاخوات اللي كيفضلوا يخدموا بيديهم راه غاديين يبقاو يجمعوا بحال كتخدموا في الشفنج، غتبقاو العجين ديالكم بحال كتخدموا في الشفنج كتشدوه كتبقاو كتخبطوه شويه، ماشي بزاف غير غادي تخبطوه شويه حتى ما غاديش يبقى لكم سائل كما غايبان لكم في الصوره. المهم انا غادي نخدموا بالعجانه ما غاديش نخدموا بايدي، المهم غادي تشوفوا معايا القوام ديال العجين كيفاش كيولي.
هنا بعد ما دوزتو شويه في العجانه كيف ما شفتم واحد العجين كيتخدم هو كيزيد يتجمع ما كيبقاش كيتلصق بزاف، ضروري من هذه المرحله هذه. علاش قلت لكم من الافضل تزيدوا الدقيق بشويه بشويه باش تحصلوا على القوام المطلوب، ومركزوا على هذه المساله هذه باش يجي معكم القريشات اولا القرص ناجحين 100%. المهم هذه الطريقه هي المعتمده عندي، عمري ما بدلتها وعمري ما غادي نبدلها، حيت بصراحه تيجيو غزالين 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 بزاف، وتيصبروا مده طويله، كيبقاو يعني كيبقاو هشاش، كيبقاو خفاف لمده طويله، يعني ديرهم في الكونجيلاتور اولا ما ديرهمش في الكونجيلاتور كيبقاو مزيانين. هنا العجين ديالي بعد ما تخدم شويه كيف ما شفتوا القوام ديالو كيفاش تيكون، هنا عندي واحد البول اولا الاناء دهنته بشويه ديال الزيت وغادي نضيف فيه العجين ديالي. البريوش ديالكم باش غادي تعرفوه واش صدق معاكم انجح معاكم اولا لا، راه من العجين من الخدمه ديالو كيبان لكم واش ناجح لكم اولا لا. لكن العجين ديالو يعني ماشي القوام المطلوب راه بطبيعه الحال ما غاديش ينجح معاكم، وان شاء الله تبعوا يعني تبعوا الفيديو وتبعوا النصائح راه غادي ينجح معاكم 100% ناجح، وهذه الطريقه المعتمده عندي. بعد ما درت العجين ديالي في واحد البول كنغطي عليه وكنحطو على جنب حتى كيتضاعف الحجم ديالو. الا كان عندكم الجو شويه سخون راه ما غاديش ياخذ لكم وقت، راه يقدر ياخذ لكم غير 5 دقائق 10 دقائق يعني دغيا تيطلع. المهم كتغطيو عليه كتخليوش البرد يدخل العجين وكتحطوه على جنب الوقت اللي بين ما وجدتو لاطات، وهذا راه دغيا كيوجد لكم العجين. هنا العجين ديالي كيف ما كيبان لكم في الصوره ضاعف الحجم ديالو. هنا دهنت ايدي بشويه ديال الزيت وغادا ندوز ان شاء الله. هنا كنديكازي العجين ديالي كنحيد منه كاع داك الهواء ديالو وكندوز كنبدا كنشكل الكويرات ديالي. بالنسبه للكويرات يعني بغيتو ديروهم كبار غادي نديروهم كبار، بغيتو ديروهم متوسطين بغيتو ديروهم صغار، يعني كيبقى لكم الخيار. يعني انا درتهم بين وبين. المهم كنشكل كره بكره وكنحط في الارض. نستمر على هذا الشكل هذا حتى كنكمل العجين ديالي كامل. بعد ما ساليت العجين ديالي كامل دار ليا خرج ليا جوج لاطات كبار ولاطه صغيره، يعني تيخرج كميه كبيره خاصه الا درتوهم صغار، يعني راه غادي نخرج لكم مازال اكثر من هذه الكميه اللي خرجوا لي انايا، حيت انا درتهم متوسطين ما درتهم صغار غادي نخرج لكم مازال كثر. هنا كنضغط على الكويرات ديالي كما كيبان لكم في الصوره، العجين تيجي غزال، هذا العجين تيجي زوين 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 بزاف. وهنا في هذا الخليط عندي صفار البيض مع الحليب وشويه ديال الماء زهر، كنطرب مزيان وكندهن الخبيزه ديالي كامل وكندردرهم بشويه ديال الزنجلان. بغيتو تدردرو عليهم البافو اولا بغيتو تدردرو عليهم اي حاجه رقائق اللوز اولا يعني كاوكاو اللي حبيتو، ولكن من الافضل اللي كيسمع قريشلات اولا قريسات راه ضروري خاص الزنجلان، يعني هادو هما المهم حنا هادو هما القريشلات اللي كنعرفو حنا بالزنجلان، وكيبقى لكم الخيار خاصه الا كانوا منسمين بالنافع وحبه حلاوه راه ضروري غادي يترشوا بشويه ديال الزنجلان. هنا بعد ما خمروا كما كيبان لكم درت حطيتهم يخمروا الخمره الاولى، بعد ما خمروا صافي كندهنهم كنعاود ندهنهم بشويه ديال داك البيض اللي كان شاط ليا وكندخلهم يطيبوا على درجه الحراره 200، كنطيبهم من الفوق ومن تحت في خطره واحده وتنخرجهم. المهم هذا هو الشكل النهائي ديالو كما كيبان لكم الصوره، كيجيو مذهبين كيجيو غزالين غزالين بزاف، غير صبروا عليهم حتى يبردوا باش يزيد مازال يبان المذاق ديالهم تبان فيهم البنه ديال حبه حلاوه والنفع، وكتقدموهم بالصحه والراحه كما شفتوا كيجيو مفشفشين كيجيو غزالين غزالين بزاف. كنتمنى ما تنساونيش بالضغط على زر الاعجاب، ان شاء الله نتسنى التطبيقات ديالكم على الانستغرام
فيديو آخر إن شاء الله، بصحة وراحة مسبقا.